أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بأول فيديو من قناتي عن بوث فيلم ميكن أند مور على اليوتيوب. أكيد نحن كصناع أفلام جداد أو صناع محتوى ما معنا الميزانية الضخمة لحتى نقدر نشتري معدات التصوير، وحتى الكاميرات القديمة نوعا ما غالية أو out of date، ولحتى صور أفلام قصيرة ومحتوى قررت أنه أصنعها بأقل التكاليف الممكنة وبجودة عالية. ولهيك قررت أني استخدم موبايل آيفون 13 لحد اللحظة، بس كان لازمني عدسات للموبايل. العدسات اللي راح استخدمهم اليوم الشركة بالنسبة لي ما كنت بعرفها، اسم الشركة شيفت كام. جبت عدسات ال 18، ال 60 وال 75 مليمتر، بالإضافة للكيس الخاص بموبايلي وترايبود. وصلوني العدسات بالكم يوم، والباكجينج كتير هاي كواليتي ومتعوب كتير على التفاصيل. بالعلبة موجود ماونت، بس أنا بنصح أنه تشتروا الكيس المخصص لكل موبايل إذا موجود بالمتجر تبع شيفت كام. راح نبلش بعدسة ال 60 ميلي. شيفت كام بتقول إنه العدسة راح تعطينا صورة واضحة بدون أي ديستورشن مع تكبير لحد الخمس مرات مع ديبث أوف فيلد إفكت. اليوم راح أجمع فيتشرز كاميرا الآيفون مع فيتشرز عدسات الشيفت كام، وراح أستخدم أغلب المودز لنشوف كيف النتائج راح تكون. تركيب العدسات على الموبايل سهل كتير، والكابل المغناطيسي كتير عملي وبيحمي العدسة كتير منيح. بنبلش بالكاميرا مود. للعلم أنا بس عم صور بدون أي تعديل بإعدادات الكاميرا. بالنسبة للبورتريت مود ففينا نشوف العزل الحلو بين الشخص والخلفية. صحيح انه شيفت كام بتقول انه العدسات هن للتصوير الفوتوغرافي، بس انا شايف انه النتائج بالفيديو رائعة جدا. بدنا نكون حذرين لما نستخدم استابلايزيشن، ويستحسن انه نستخدم استابلايزر اذا متوفر. السينماتيك مود يعد من الفيتشرز الرائعة بالآيفون، فكيف إذا جمعنا هذا الشيء بعدسة ال 60 ميلي؟ أما عن السلو موشن فالنتائج مرضية جدا. عدسة ال 75 راح تكبر الصورة بقدر 10 مرات، وفينا نكون قراب 10 سنتيمتر من أي شيء بدنا نصوره بصورة واضحة وبدون أي ديستورشن. العزل رائع والتفاصيل رائعة بعدسة ال 75. عدسة ال 75 ميل عدسة ماكرو، وهذا الشيء بينفع لتصوير التفاصيل. خلينا نشوف التفاصيل إذا كبرنا الصورة خمس مرات. واو، عدسة 18 ميلي راح تعطينا ستاند وايد انجل بدون ديستورشن و 18 ميلي فوكل ليرت. عدسة 18 ميل عدسة رائعة، كل شيء شارب بالصورة، تفاصيل حلوة والألوان صافية من الزاوية للزاوية.
الصراحة السينماتيك مود مع العدسة 18 بيعطيك إحساس الشالو فوكس وكأنه معك فوكس بولا. بالنهاية في ناس ممكن تسأل ليش نشتري عدسات لموبايل أصلاً عدساته ودقته قوية، وأنا بقول ليش ما أضيف قوة للقوة وخلي أدواتي أكبر وخياراتي أوسع مشان يكون المحتوى إبداعي أكثر، وخاصة إنه النتائج بالنسبة للسعر كتير حلوة. من الشغلات اللي ما حبيتها انه المكان اللي منركب عليه العدسة بلاستيك تبعه شوي رخيص او ممكن ناعم اكتر من اللازم، هذا الشيء بيخلي شوية مخلفات صغيرة على عدسة الموبايل والعدسة نفسها. فالصراحة انا بنصح انه تشتروا عدسات للموبايل، وخاصة انه اسعاره المقبولة كتير بالنسبة للنتائج اللي بتقدمها، وان شاء الله بالفيديوهات الجاية راح اجرب العدسات اكتر. ولا تنسوا تشوفوا الروابط الخاصة بالعدسات بصندوق الوصف. شكرا كتير للمتابعة، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو وتعطوه لايك وتشتركوا بالقناة. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.